قلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نريد أن نقرأ عليكم ونحن من صف الثاني المتوسط قصيدة عقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة، من كتاب سلم الأصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وقبل كل ذلك، نحييكم بتحية تخرج من القلب، تحية الأنبياء والصالحين وتحية أهل الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الناظم رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما دانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمد سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق ما له سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينة والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى والدين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب ومن سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سولي امتثلي، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملة، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهيات يفردوه، أخرج فيما قد مضى من ظهري أدم ذرياته كذري، وأخذ الأعداء عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد، هذا الرسل قد أرسل لهم وبالحق كتاب أنزله، لكي بذا العدي يذكرون وينذرون ويبشرون، كي لا يكون حجة للناس بل لله على حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك نجي من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، فمن بهم وبالكتاب كذبا ولزم الإعراض عنه ولبا، وذاك ناقض كلا العدين مستوجب للخزي في الدارين. وأضال النفس في تلك المعاني، وأبدأ فأفاد وأجاد، فاستقاها من معين الكتاب والسنة، فجاءت ظاهرة نقية تظهر بها القلوب وتزكوا بها النفوس، فما أحوج كل مسلم إلى تأملها ومراجعة النظر فيها مرة بعد أخرى، لأننا كما يقول الإمام ابن مبارك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، لقد قال بإسحاق في منظومته: تفت فؤادك الأيام حتى وتفقد جسمك الساعات ناهتا، وتدوك المنون دعاء صدق، ألا يا ساهيا تريد أنت، أراك تحب إرسا ذات قدر، أبت طلاق هل لك يا سبت، تنام الدار ويعك في قضيد بها حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخضوع وحتى متى لا تروي عنها، وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما في حظك لو أقلت، إلى علم تكون به إماما مضاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من رشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العذب المهند لك.
ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لسا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص بكفا شددت فلو قد ذقت من حلواه ضعما لاثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مضاعا ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عن عنيق روض ولا خضر بزينتها كلفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن ضعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعضاكه الله انتفعت وإن أعطيك في طول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بها يقال لقد رست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب اللساد قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخيرا منه ولو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت تسجني من ثمار العجز جهلا وتشغر في العيون إذا كبرت فتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت وإن عملتها ونبذت نصحا وملت إلى حضام قد جمعت لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا بصرت صاحبك في سماء قد ارتفع عليك وقد سفوت. تم الكلام وربنا محمودا وله المكارم العلا والجودا ثم الصلاة على النبي محمد ما غارد قمري وأورق عودا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.